السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين الكرام، إخوان الأعزاء، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد اللي غنشوفوا من خلاله إن شاء الله كيفية إزالة البقع الزيتية ولا البقع ديال القهوة ولا الشاي أو ما شابه ذلك، وغنشوفوا كذلك بعض أنواع ديال الرخام اللي كتشرب، يعني اللي كتأبسوربي وكيبقى عليها دوك الطبيع، يعني دوك البقع الزيتية ولا لاغريس مثلا ولا الصباغة، يعني اللي وقعت عليها. كنلقاو بلونكارار وكنلقاو ستاتواريو، يعني نعطيكم الأسماء ديال الأنواع الرخام اللي كتشرب، يعني كاين بلونكارار، ستاتواريو، كاين بلون تاسوس، كاين بلون إيبيزا، كاين كالاكاتا، وكاين بعض أنواع ديال البرتغال، يعني بلون بورتيغال الغوز، يعني تتكون فيه شوية الغوز حتى ولو شرب، يعني كاين كيفاش يتريبارا وكيفاش يتخدم وكيفاش يستعمل لي لاريزين وكيفاش يتخدم وما يبقاش يبان. يعني إن شاء الله نمشيو للطريقة. الطريقة الخوت، غناخدو جافيل، يعني آتشي، قرعة ديال آتشي، وغناخدو شي جوج كيلو ولا ثلاثة ديال القبص، ونخلطوهم مع بعضهم مزيان في واحد الإناء صغير، وغنجيو للبلاصه فين كاين عندنا الطاش ولا هذيك البقعه السوداء ولا هذيك البقعه السوداء، يعني وغنشدوا هذاك القبص، يعني اللي مخلط مع 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 هذاك مع هذاك اتشي ولا هذاك جافيل، نوضعوه الفوق ونصبروا لي واحد ساعتين حتى ثلاثه سوايع هذاك. علاش بالضروره هذاك القبص؟ لان يعني القبص كيبقى يشرب، يعني القبص كيشرب وكيبقى يمص هذاك الاوساخ اللي كتكون على سطح الرخام، ومن تما ان شاء الله يعني غنحصلوا على ارخام ان شاء الله مزيان. ولو كانت الطبعه يعني في الخلطه الاولى مثلا بقى واحد شويه ديال 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 الصباغه ولا واحد شويه ديال القهوه بقى مطاشين، نعاودوا نكرروا العمليه مره اخرى الى ثلاث مرات، ومن بعد ان شاء الله غنحصلوا على ارخام يعني في حله جديده. وتبارك الله عليكم جميعا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.